اليوم عندنا فيلا للبيع في إزمت، فيلا داخل مجمع فيلل مكون من 10 فيلل كلها نفس الشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي، نفس التشطيب كل حاجة. دي الحديقة، بتختلف من كل فيلا للتانية مساحة الأرض بتاعتها، بس الشكل واحد. الفيلا اللي هنصورها دلوقتي ديت مساحتها على طابقين 216 متر. الحديقة بتاعتها من هناك، عندي هناك موقف السيارات، سيارتين، مسبح خاص. الحديقة بتاعتها زي ما انتوا شايفين فيها جزء كمان من هنا، مسبح خاص. ده شكلها. خلينا نشوف الفيلا من الداخل. عندي هنا دي الصالة وهنا المطبخ. خلينا نبدأ من عند باب الفيلا. ده هنا باب الفيلا. ده هنا شكل المجمع. عندي هنا ده المدخل، طبعا فيه سكيورتي، امن، كل حاجة. عندي اول ما بدخل عندي دولاب، ده دولاب في المدخل. وعندي هنا ده حمام موجود في الطابق اللي تحت، تصميم ممتاز. عندي برضو شاشة في المدخل، بقدر اتحكم في كل حاجة، حتى الاضاءات اقدر اتحكم فيها زي ما انتم شايفين. زي ما شفتوا في المدخل عندي حمام ودولاب، وهنا عندي غرفة. الأرضيات كلها سيراميك بالكامل، التدفئة أرضية. لما بدخل هنا على الصالة عندي التدفئة الخشبية، دي برضو موجودة. عندي هناك المطبخ، ده شكل دولاب المطبخ. من هنا بقدر اخرج للحديقة، او من هنا برضو بقدر اخرج للحديقة برا. عندي هنا دي الحديقة، صورناها في اول الفيديو. التدفئة كمان واصلة معايا لحد هنا. حبينا نقفل ده كده كله ازاز، تبقى جدا قاعدة جدا ممتازة سواء في الصيف او في الشتاء. خلينا نطلع الطابق اللي فوق. الطابق اللي احنا كنا فيه ده وكان فيه مطبخ وصالة وغرفة وحمام. عندي هنا 3 غرف معاهم 2 حمام. عندي هنا ده الحمام رقم 2، حمام مساحته كويسة، مكان للشاور. عندي هنا ده مكان لغسالة الملابس. عندي هنا دي غرفة رقم 2، بعد كده عندي هنا دي الغرفة رقم 3، غرف مساحتها كويسة. بيجي بعد كده الغرفة الماستر. غرفة الماستر كبيرة، ده هنا مكان للسرير ومكان لدولاب الملابس، تيجي كمان معها بلكونة. أنا بقدر أشوف إطالة بسيطة على البحر بس مش باين من الجو.
والحمام اللي داخل الغرفة، غرفة النوم الماستر، ومكان للشاور. تصميم جدا ممتاز. محتاجين اي تفاصيل اكتر تواصلوا معايا. فيلا داخل مجمع للبيع، 4 غرف وصالة.